السلام عليكم اصحاب الشق الدرجه الناريه. اليوم جيت لكم فيديو جديد، يعني نصبغوا البنو ولا تعتو الديكور اللي هو مزيان، يعني نصبغوا داك النقش اللي فيه. المهم انا اختار جوج لوان منهم الاحمر والصفر، وكل واحد يختار اللون اللي يعجبه على حسب اللون تاع الموتور. وبالنسبه للي ما ابونيش ما نساش انه يتابونا، واللي ما ابوني ما نساش انه يدق الجرس باش يوصلو كل جديد. واليوم انا نوريكم الطريقه كيفاش، اللي هي سهله. ودابا الخوت نعاودو ليه الصباغة المرة التانية، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو. واللي مابوني منساو انه يتابونا، واللي مابوني منساو انه يدق على الجرس باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله جايين فيديوهات جداد.